بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعين الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم مع هذه الانطلاقات المتتالية في صباح هذا اليوم، وعلى أرضية ميدان الوثبة عاصمة الميادين، شوطنا الرابع للزمول. المهجنات الأصايل لنطلق مع انطلاقة وحضور هذه الشعارات الحاضرة من أجل الفوز، الحاضرة من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. نتقدم مع البداية، نتقدم مع الصدارة. من يتقدم في هذه اللحظات؟ مدريد. من ينطلق في هذه اللحظات؟ سالم بن خجيم بن سالم العذبة. من يقدم لنا شعاره؟ من ينطلق في هذه اللحظات ويتقدم مع مدريد المركز الثاني في هذه اللحظات؟ تابع شاهين اشفيا بن سالم بن محمد العامري مع المركز الثاني المركز الثالث. الحضور في هذه اللحظات والقدوم من أدهم سعيد بن مرزوق بن منصور المنصوري في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع القدوم والحضور في هذه اللحظات. يتقدم مكلف محمد. من يتقدم في هذه اللحظات؟ يا سلام، محمد بن كميد بالذويب العامري يقدم لنا شعاره، بينما المركز الخامس الحضور هنا مع مثير سهيل بن هيان بن سالم العامري مع المركز الخامس والمركز السادس. وتابع حشيم علي بن سعيد بن عمر الشامسية يقدم لنا شعاره، بينما المركز السابع الحضور يحضر في هذه اللحظات شاهين محمد بن غدير بن عبيد الاكتبي حاضرا في هذه اللحظات، بينما أتابع المركز الثامن الحضور هنا والوصول من بطاش سالم بن محمد بن حريك المنهالي، وتاسع المراكز الحضور في هذه اللحظات من الفايز القادم هنا ناصر بن حمد بالسم المنصوري. من يقدم لنا الفايز؟ المركز العاشر الحضور من الفاتن سالم بن حارب بن مفتاح النيادي هو القادم. نداو الأول للعشر المراكز الأولى الحاضرين لهذه الشعارات الحاضرة، لهذه الشعارات المتواجدة في صباح هذا اليوم مع هذه الانطلاقة. العودة من جديد إلى مقدمة الشوط وإلى أول الشعارات الحاضرة، وتابع انطلاقة وحضور شاهين اشفيان بن سالم بن محمد العامري ينطلق في هذه لحظات المركز الثاني. وتابع مدريد سالم بن خجيم بن سالم بن عايض العذبة. من يقدم لنا شعاره؟ ومن يقدم لنا مدريد المركز الثالث؟ القدوم والحضور من مكلف محمد بن كميد بالذويب العامري ينطلق مع المركز الثالث المركز الرابع. وتابع أدهم سعيد بن مرزوق بن منصور المنصورية، وسادس المراكز أم خامسها. وتابع مثير سهيل بن هيان بن سالم العامري هو القادم في هذه اللحظات والمقدم لشعاره المركز السادس. وتابع في هذه اللحظات القادم حشيم علي بن سعيد بن عمر الشامسي. من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات؟ المركز السابع أول نداء أول حضور في هذه اللحظات لمبلش رياض بن ثامر بن سليمان السعدون ينطلق في هذه اللحظات ويقدم لنا مبلش المركز الثامن أول نداء أيضا
الحضن وأول حضور للمتحد وشعار الصعب محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي. من يأتينا بهذه الانطلاقة وبهذا الحضور؟ أتابع أيضا القادم الحاضر احتياط أول حضور وأول نداء لهذا الشعار، شعار مبارك بن محمد بن نصر العامري. من يقدم لنا احتياط؟ وأتابع أيضا القدوم والحضور من بطاش سالم بن محمد بن حريك المنهالية. من يقدم لنا شعاره مع المركز العاشر العشر المراكز الأولى والنداء الثاني ينقضي مع هذه الأسماء؟ العودة من جديد، العودة إلى الصدارة. من يسيطر؟ من يتقدم مع البداية مع الانطلاق الأول في هذه اللحظات؟ مكلف يا مكلف يا مكلف محمد بن كميد بالذوي بالعامرية. من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات ويقدم لنا مكلف مع البداية مع أول أشواط الزمول المهجنات الأصايل؟ ينطلق بن كميد ويقدم لنا مكلف المركز الثاني. مدريد يا مدريد، سالم بن خجيم بن سالم العذبة. من يقدم لنا شعار أبناء دولة قطر الحاضرين في هذا الصباح والمتقدمين؟ هنا يتقدم العذبة بتقدم مدريد وبحضور مدريد. المركز الثالث القادم مثير السيل بن هيام بن سالم العامري. والمركز الرابع أتابع عدهم سعيد بن مرزوق بن منصور المنصوري. من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات؟ بينما المركز الخامس وصل مبلش رياض بن ثامر بن سليمان السعدون أبناء المملكة العربية السعودية، أيضا بدأوا بالحضور. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، يا سلام يا مثير. بدأت الإثارة مع مثير السيل بن هيام بن سالم العامري. يتقدم مع شوط الزمول، يتقدم مع سن الكبار ومع عروض الكبار مع عروض الأبطال. يا سلام، وصل مبلش، مبلش يا مبلش يا مبلش. يتقدم في هذه اللحظات رياض بن ثامر بن سليمان السعدون بقيادة بن طويرش. بو محمد من يقدم لنا حضور هذا الشعار؟ مثير ومبلش، مبلش ومثير. طارن الزمول وأقلعن في عاصمة الميادين. مثير ومبلش الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة. يا سلام يا مثير سهيل بن أيام بن سالم العامري بقيادة بو سهيل. من يقدم لنا شعاره؟ من يقدم لنا شعاره مع مثير؟ مثير الخطير، مثير الكبير. سلام يا أبو سهيل، سلام، سلام يا أبو سهيل، سلام على هذا الفوز والانتصار الكبير مع هذا الشعار الكبير. المركز الثاني مشكور يا جاسم يا المشايخ على هذا الأداء وهذا العرض الكبير. المركز الثاني مبلش رياض بن ثامر بن سليمان السعدون. المركز الثالث كان الحضور الفايز ناصر بن حمد بالسم المنصوري. والمركز الخامس أم الرابع كان الحضور من صقيل بطي بن غانم بن علي المنصوري. والمركز الخامس وصل احتياط مبارك بن محمد بن نصر العامري. تهانينا لمالك مثير سهيل بن هيام بن سالم العامري على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 9 دقائق
50 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مبلش رياض بن ثامر بن سليمان السعدون، 9 دقائق 51 ثانية و3 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث كان الحضور أيضا من الفائز ناصر بن حمد بالسم المنصوري، قدم لنا شعاره 9 دقائق 54 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الرابع كان أيضا الصقيل لبطي بن غانم بن علي المنصوري، من قدم لنا شعاره تهانينا والناموس لجميع الأخوان.